بجليل، مرحبا بك في المغرب، مرحبا بك في طنجة، شرف لينا كبير. انت على ناس طنجة وشرف لينا انا تاني ليكم، راني عندكم وكبير بيا. الله يهزك. وحل يشبه خويا، خويا الصغير صار بليزير ودبا راسك الحلاق. شنو نعملو لك دابا؟ مرحبا بك في طنجة. عمل لي ديزاين كيما يقولوا، ديزاين تي راسك، ديزاين دبا راسك تاعك، ديزاين تاعك. مرحبا، شكرا. بسم الله. أيا سمعتي ما راهمش مليح، قول قول قول. أيا قع 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 علي. أسمع أسمع، سمعتي وتا جدي. جليل الحالي. بغينا نعرفوا شكون هو الشاب جليل. الشاب جليل مغربي جزائري. ترعرع في مدينة كي تقولوا تبا، مدينة كي تقولوا تبا، حي فقير. حي فقير كبر فيه. حي فقير مع الناس فقراء، بس كي عايش في حي فقير. ما قدرش نبخر الحي هذا، بس كي هذاك الحي هو اللي خارج. هو اللي هو اللي هو اللي باش يشكي شوفوا نقدر نزيد. اصلا انت تغني على الحي الفقير باش تطلع. انا فقير، عش فقير الحمد لله، ربي نعم عليا ومازال في قلبي فقر، مازال في قلبي هكا انسان فقير عادي. عليها ربي ينورك. انسان عادي وربي هو كلي عليه. هو تيعني. كيف الله يطيع مطعم ربي على ليه، ما توضع الا رب العالمين. ما قلتهاش انا، ربي سبحانه. هذه هي. والغناء حاجة، والحياة حاجة، والصعبة حاجة، والزوجة حاجة، والوالدة حاجة. الله يخليهم لك. مقبول وحدي نجد عندي اي مقبول وحدي نجد عندي روي دقيقة قرعي لي الديقة روي دقيقة قرعي لي الديقة شوها وطنجة لا بروميير فوا راني نجيها، وكانت فخاطري باش نجيها، وربي جاب المكتوب وني جيتها، وغادي نحلق فيها أحسن حلاق خونا دودو. دودو ربي يخليه إن شاء الله، والإخوة ديالو والصحبة ديالو والفوتوغراف تاعنا وكل شيء مزيان، الراديو تاعنا ربيع البقالي خونا، وسام المريول والزقزوق صاحبي اللي راه معايا. ربي يخليهم ليا كاع اللي يسولوا فيا ولا يسول فيهم، ربي يخليهم. هذه الحرفة كوافير ولا ديال الغناء ولا ديال الرسم ولا لازم القلب كبير، خصو يكون قلبك كبير، باسكو كل انت يدخل عندك المليح ومشي مليح، فهمت؟ لازم تحمل كل شيء. شاب جليل، فوقاش بديتي المسيرة ديالك في الراي؟ المسيرة ديالي بديتها بدون ميكرو، بدون موسيقى، بدون استاذ، وحدي هكا. هاي دايره في الحومه. استاذ في الحومه اون 2007. صغير شويه 2007. ومن بعد اون 2009 مشينا كيما نقولوا حنا كيما بحال تكون تقرا في السطر ويدوكم مجموعين. تكون مجموعين نعم. انتوما الدراري يروحوا تحوسوا كذا، روحنا مشينا حوسوا، كاين جروب يغني بيهم كذا كذا، صحابي طلعوا ذاك الجروب، عندنا صاحبنا يغني، انا صحابي يغني، شفت انا طلعوني بالسيف. ايوا كي طلعت انا ما نعرف لا من الدو لا من الدو دياز لا من المطعم لا من والو، ما نعرف والو. كي غنيت جبتهم هذاك الجروب مشيت نخدم معنا العراس كذا 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 كذا، ثم سول والديها، سول والديها الى حبوا هذا الشيء نورمال. قلت الوالد قلت انا ابويا انا مانيش باغي الكرامتي باغي الغندي، قال لي واش كي تغني زعما غادي تسلك بحالك ولا ما تسلكش؟ قلت له بربي نسلك، اذا كان انت رضيت عليا اني نسلك. قال لي دير شي اللي والبك صغير في الحياه تاعك اللي يساعدك. قلت انا ابويا يساعدني هنا، انا نبغيك هنا. قال لي ما غادي لا نصرف عليك لا والو، تحبس قرايه. قلت له معليش خليني نمشي نمشي بحالي. قال لي اوكي بو، مشيت
دخل الحفلات الأعراس حفلات الأعراس وبعد جو موسيقيين تجديد مات الله يرحمه هذاك الوقت خدام على تجديد مات وبعد بن بيلور محمود بيلور تحية ليهم تحية للزاير وبعد جات بن حبيب هيمون كي جا حبيب هيمون بقينا حنا مشي عمل لي ألبوم كي عمل لي ألبوم واحد الغنية شوية تمشي ليبيا تمشي لها بيك هانتو على ما تصور وبعد بقيت أخدم إلى يومنا هذا الحالي الحمد لله راه عندنا 40 مليون مشاهد في الكليب هذا عندنا باش نديرو طار عندنا شي 30 مليون الحمد لله شكرا ربي على هاد النعمة هادي هي المسيرة ديالي لو كرون ستار سو سوا شيف جليل جيتيني روطار طايي صي قلبي طار انا معاها ومخدوع في من كنت مخلوع واش تجبر شي مشاكل في الميدان ديالي في الميدان ديالك الفن شوية مشاكل ماشي بزاف وتعذبتي في الفن ايه تعذبت بزاف ورغبت بزاف ومكانش حاجة شابة تجي بالسهل لازم تقبل باش تجي حاجة شابة لازم تقبل عليها وما كنتش قاعد باش ندير سيكسي وكذا من قاعدين باش نكمل حياتي باش ناكل خبز كذا وكذا فهمتني وبعد ربي جاب سيكسي وكذا و 2013 عقلية الاكستازي قلت لي عمري فازي عقلية الاكستازي من هذيك بقينا عند كل شدائك اللي هو مازو خلاك وبقينا الحمد لله وهذه هي حتى اللي يجي يدير اللي يجي يدير الوطار وبقول معاك انا هذا هو متوالى راهم باي باي عقلية راهم متوالى خاي جالي شكون اللي تيلعب لك في الموسيقى ديالك اللي تيلعب اللي تيعمل لك الانستري كاين سماتي وكاين هو اللي كيتبع له هذه سماتي وكاين زغزغ صاحبي كاين تيبو بن عباس داز عندي لهنا تحية ليهم كاملين كاين لاكولوب انا لاكولوب صاحبي وكاين مونير ريكوس عملت معاه بليزير تاع هذا سيكسي وكاين ابي تيتو عملت معاه جابونيا هي ريزولان سيكسي يعني هادو ماهوش معروفين لكن دازت معاهم سيكسي طايب صاحبي بليزير سي سي قالك ما خرجناش لورو بصح نقدروا على الاورو هيا كاع اها سيد علي عصام هيا بيبي بابا شوف حسيت بعلي واش الخير شنو هي السر ديال الجابونية هي الريزو الجابونية هي الريزو هو مرتي انا هي جابونية مرتك الجابونية الزوجة ديالي الله يخليها لك الجابونية هي الريزو راني دايرها في الريزو يعني السر تاعها انتوما الوليات ما عندي ما ندير بكم الريزو تاعي الصح راه في الريزو الجابونية هي الريزو راني دايرها في الريزو قلت ما عندي ما ندير بك الله يخليها لك ربي يخلي الزوجة ديالي وبنيتها ديالي الله يخليهم للنسا ان شاء الله جابونية هي ريزو راني داير هاي في ريزو جابونية هي ريزو راني داير هاي في ريزو لا تبغيني وليني خي جاليه كيفاش يجيك الراي المغاربة كيفاش يجيك بحال تاع دروك ها بحال تاع دروك اللي راهم دروك اللي كاينين دابا دروك في الراي عندي كابورتابل زوير بهاوي زوير بهاوي فور طوب طوب حط الراي على الريغيتون حطها مزيان حتى انا هذاك هو ستيل تاعي وهذاك هو الخدمه تاعي الوعدي باين اختيك انا اللي ما كاينش لا لا فهمت على الريغيتون واعره باش تحط على الريغيتون حاجه كيما هكا لازم تكون واعر فهمتني شي انا ولا واحد اخر لازم يكون واعر خصها تكون الكاليتي زهير بهاوي هذاك واعر هو واعر هو واعر سمعي واخا يجي من دولة بصح هو واعر وي وي كرياتير فهمتني برافو لازم تكون كرياتير في الراي ولا في اي حاجه في الخدمه في اي حاجه تكون كرياتير باش تنجح باش تعطيها يعني ما يمدولكش انت تبدل روحك انت تبدل حاجه جديده انت كوافير لكن كاين 100 كوافير لكن كل واحد بصمه تاعه وين برافو كلو بصمة تاعو وين كلو يخدم على روحو لكن كلو بصمة تاعو وين
أيوة تبقى عادي. شباك خلص دعوتي نزلت الحقاك نزلت الحقاك كمل العشق وراحت سنية وتكوني قامي مرض تقنية وكنت تبقي غير انتيا غير انتيا عيا انا طاع على بان تبعا هو. واش ما بغيتيش تعمل شي ديو مع شي واحد مغربي؟ ان شاء الله راني نقول عندي مسمعي صاحبي نحيوه حماق حماقي صاحبي محمود وعندي نحب صنعاشي نحب عادي الميلودي هادوما وهادوما وصافي تيو تيو صاحبي راه مغربي صاحبي تيو تيو خويا عندي معاه ان شاء الله ديو قريب ان شاء الله يخرج في كليب ان شاء الله بالك في تايلاند نشوف غنديرو ان شاء الله بربي وبعد ربي يدير الخير ان شاء الله. باقي كاين شي جديد مع سماتي؟ ان شاء الله يكون مع سماتي بيان سي سماتي صاحبي وخويا انا عندي زوج باقي نخدم معاهم دروك. شكون هما؟ سماتي وزغزوغي هادو زوج. زوج هما اللي تخدم وبس اللي غادي نخدم معاهم دابا. فهمتني كيساعدوني وكيفهموني وكيوجعوا لي راسي وباقي الاخرين اللي كانوا صحابي ما جبدوش عليهم والله يسامحهم ما بغاوش يجيب لي راسي الله يسامحهم. سمعتي والزغزو عمرها دار كيما انت بحال بحال انت بايزو نقول لك بالعقل عليا تقول لي اوكي نقول لك بالعقل عليا ما تنساش لا ما تنساش صافي هذا استدل السؤال الموجه ليك وبينا والعالم كاع الانسان لازم يكون شويه 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 اطلق روحك فهمت اطلق روحك حسب لنا هو ما كان اطلق روحك شويه اطلق روحك شويه انا ما قلتش انا وانا وانت تقول انا ما تجيش فهمت ميسي ولا ولا كريستيانو ملي يسقسوا يقول انت احسن لاعب وكذا يقولوا بفضل الفريق وبفضل كذا وبفضل كذا وبفضل كذا وهو واخا عارف راه كي داير خلي له صافي ايا تيري على حسب لا وما كانش هذه هي هذه هي اولي تولي بابا من مرة لا وا وا حبيب ليا قاعد رصو قاعد رصو قاعد قاعد هاي قاعد نوضو نوضو قاعد وا هشامو هشام أي جليل شنو أحسن سهرة دوزتي في حياتك؟ أحسن سهرة أحسن سهرة الليلة اللي تزوجت بها مرتي جابونية هذيك هي أحسن سهرة في حياتي هذه هي صار الشاب كاع في حياتي الزوجه ديالي تحيه ليه تحيه للناس الجزائر كاملين كامل ان شاء الله هيا تيري عليه تيري عليه الصراحه والصراحه هذه هي احلى الصحره واحلى كل شيء هي هي الاولى ملي عطاهم لي الزوجه ديالي كنت نحبها 4 سنين وانا نحبها باش يعطوها لي فهمت وما عطاوها لي هذيك هي احلى صحره احلى صحره احلى صحره واحلى حياه واحلى كل شيء ديسك هذاك ديال الكتابه واش ديال فيصل الصغير حنا ما عارفينوش ربما هذا السؤال ما السؤال هو اصلا قال راه قال بلي تاع تل الخضره قال تاع شب جالي راه قال صافي ما نسولوش فيها السؤال صافي خلينا منه اللي يصير يبقى صغير واللي كبير يقعد كبير هذه هي الحقيقه بغيت تخدم على التيران اجي 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 اتيني ما عندك اتيني ما عندك 100 ناقه اخذ 100 ناقه 1000 ناقه اخذ 1000 ناقه فهمت لكن ما عنديش ما تشري ما كلها انا مشبح قلبي شيل الله اي عمري يا لله فيك صوالح مليح مع قلبي مرتاح يا لله اي عمري يا لله نويك انت بس وي عندي من الزين الله اسمتي يا لله جليل انت تفكرش تصور شي كليب في المغرب؟ نصور كليبات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كليبات ديال كل
جيبها بالسعيدية حتى الفوق هنا. مرحبا صديق من كل بلاصة. أول مرة في المغرب صديق أودي أول مرة في المغرب ليك نتاعي غادي إن شاء الله بزاف نديرو في المغرب باسكو المغرب زوين وفيه ناس زوينين والحمد لله ناس خدامين فهمتني بالتالي خدامين واللي خدام ربي يعاونو بغا هنا ولا في إيطاليا قال خويا منعم أنا جيت طنجة كي جيت طنجة تاعي راني مع ناس بيان كوافر خويا منعم خويا فوتوغراف ربي يخليهم إن شاء الله وكاع لي كوافر تاعو هنا وراني مزيان وكاين شي كليبات إن شاء الله وكاين غنية جديد وكاين تيوتيو خويا وكاين كاين بزاف ديال الناس اللي غادي يخدم معاهم وكاين حتى اللي غادي كيما قال لك نوقف معاهم إن شاء الله نعاونهم نوقف معاهم حتى مع الشباب صافي بليزير أي واحد يقصدني والله العظيم بإذن الله الشيء اللي نجم نديره نديره فهمتني هي الحقيقة أنا تعبت وغبت ما كاينش اللي يعاونني فهمتني ولكن انت تعاون لكن ماذا بيا نعاون باسكو هذا الميديا صعيب واخا دير سيكسي لكن تعرف كيفاه تمشي باش تطول فيها واعره فهمتني باش تطول في حاجه وتقعد محبوب واعره ديال دانون 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 يقعد دانون لكن يغير لك الشكل هذا ما كان الشكل خطر يدورها لك خطر قابسه عريضه خطر انت تبقى توجور اجور معاه بس تبقى غير هي مدورها تبدل تروح شكل واحد اخر واخا دانون هو المهر هذا هو في كل شيء اي دومين في اي دومين في اي دومين لازم الاولى تكون عندك تربيه الزوجه تكون عندك طاعه الوالدين الثالثه التواضع لله والرابعين كلشي يجي وحده كلشي يتفرج داكشي ما عندكش فلوس وتكون تبغي ربي وتبغي والديك وقلبك زيك تيحضر وحدهم تنسي يحضروا وحدهم حتى كلشي يحضر عندك غير بالنيه والصفا النيه والصفا والديزاين راه حاجه راه يضرب 2018 لازم ديزاين لازم حان شباب لازم اتيري باش اتيري لكن الخدمه هي كلشي الكوافير هو كلشي الكوبا كيفاش دايره هذه سمع ماشي غير ديزاين ايوا ربي يعاونكم وصافي بليز رانا عندكم ونعاود نرجعو عندكم باسكو توبا خليتونا نعاود نقولو نرجعو عندكم ان شاء الله ايه راني شبيه في طاجا وراني شبيه ودارو لها خط شباب جات حدايا الحباب وراني شبيه في طاجا راني شبيه وراني وديروا لي ليميش كي شاب بين وراني شباب في طنجة وراني شباب شوف دوز دوز هيا كاع لونجوزيها هذا لعيبة تخرج با 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 صافي بليزير ويا جليل خويا منعم انتينا تيراش رش تيراش رش تيراش رش قول لي كلمة أخيرة للجمهور برنامج دودو في اي بي والجمهور ديالك وتحية الناس الجزائر والمغاربة وخارج الوطن وداخل الوطن شوف كلمة الحاجة الشابة اللي نقولها لكم ربي يخلي لكم الوالدين واللي ما عندوش الوالدين ربي معاهم ان شاء الله وربي يعطيه الصبر وكان لي في الحباس بشكل ربي يطلق سراحهم ان شاء الله يطلق سراح قوي ما كانوا ربنا والشي اللي مريض ربي شافيه وراني نحبكم كامل كل العرب كاع كامل خصوصا المغرب الجزائر تونس ودبي صاحبي شاهين في غيبي دبي ونفس الامارات نموت عليكم كامل شكرا ميرسي بوكا يا رشاش